شعب، شعب أرادوا أن يحولوه بالقوة إلى عبارة عن قطيع من الغنم همه الوحيد هو المرعى الجري وراء القوت. شعب حاولوا أن يسلبوا منه شخصيته وأرادوا أن يجعلوه هكذا بقوة النار والحديد. شعب تألم من وضعيته ولكنه لم ييأس من أن يرى في الأفق بزوغ فجر الحرية. شعب لم يكف أبدا عن الكفاح، كبح رغبة شديدة من أجل العيش تحت الشمس المشرقة فأرغمه على العيش في الظلام. شعب منذ أكثر من قرن لم يكف عن الكفاح لكي يسترجع كرامته المسلوبة. شعب لكي يضع حدا للظلم والطغيان حمل في هذا اليوم التاريخي من شهر نوفمبر السلاح للتحرر والانتفاق. في دار سبيطار نلتقي مع مجموعة من هذا الشعب. وسكان دار سبيطار يمثلون بصفة رمزية مجموعة من هذا الشعب المضطهد، وهذا لا ينسينا في المجموعات الريفية وبقية النواحي الأخرى. في كل عضو من هذه الخلية العائلية بدار سبيطار تكمن نار الثورة كما هي كامنة في بقية المجموعات الأخرى. ثورة تنفجر على مر الأيام وتلقى كحجة لهذا الانفجار أقل الأسباب البسيطة. إن شريطنا هذا ليس مخصصا أو مهدى إلى روح أي بطل كان ميتا أو حيا في يومنا هذا، هو تقدير وإجلال لشعب تألم من احتلال طويل، هو تقدير وإكرام إلى شعلة الحرية التي لم تنفك تنخر جسمه. كل الأشخاص هم خياليون. ما هم إلا رمز لكل المجهولين في ذلك العصر، ونتذكر من خلالهم شهداء الثورة وبالأخص الذين صاروا ودفعوا حياتهم ثمنا على مذبح الحرية في تلك الأيام التاريخية بسطيف وجلمة سنة 1945.